قريب لي أخذ قرضا من البنك بفوائد وضمنته بتوقيعي وضمنته بتوقيعي، ثم علمت أنها محرمة، فهل علي إثم؟ نعم، تتعاونت معه على الربا، إذا كان اقترض قرضا بالربا وأنت ضمنته فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لأنهم تعاونوا معه، فعليك أنك تنقض ضمانك، تنقض ضمانك، تقول أنا تراجعت عن الضمان لأني علمت أنه حرام وأنا لا أتعاون على الحرام.